الأشياء اللي تثبت طيبة الله مغفرته، يعني يا ما في خطاه غفر لهم ربنا، غفر حتى للابن الضال وألبسه الحلة الأولى. بل من أكثر الأشياء أنه غفر للصالبين وقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، وغفر للص اليمين الذي كان مصلوبا إلى جواره، وصبر على كثير من الخطاة حتى تابوا، وقال في مغفرته لا أعود أذكر خطيتهم بعد. وقيل عنه لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، بل كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. عجيب أو ربنا في طيبته ومحبته جعل الخير يملأ الأرض كلها، وأعطى للبشرية وعود عجيبة جدا قال لهم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وقال لهم أكثر من كده الأعمال التي أعملها تعملونها وأكثر منها. أعطى للبشر مواهب كثيرة جدا ومنحهم الروح القدس أن يسكن فيهم ويبقوا هياكل للروح القدس. هل هذا التراب والرماد الذي هو الإنسان يكون هيكل للروح القدس؟ لم يكتفي فقط بأن يعطي الإنسان مواهب كثيرة، حتى المخلوقات غير العاقلة أعطاها صفات يحاول البشر أنهم يقلدوها. والله من الطيبة بتاعته مجد أولاده، قال الذين عرفهم دعاهم واللي دعاهم مجدهم أيضا، بل قال أكثر من هذا لتلاميذه الأعمال التي أعملها تستطيعون أن تعملوها وأكثر منها. ومن جهة تفضيله الأولاد جعل كثيرا من المعجزات تتم على يد أولاده. ومن طيبة ربنا أنه لم يشأ أن يرهبنا بلاهوته، فظهر لنا كإنسان ودنا الحرية أن نتعامل معه. وأيضا من محبته أنه كسر حاجز الخوف بينه وبين أولاده، وأيضا من حنوه على البشرية رعايته للبشر، مش بس للبشر أيضا حتى للحيوان وللطيور. ربنا من حنوه من قلبه الحنين، يعني لما بيعطينا وصية يعطينا القدرة على تنفيذها بواسطة شركة الروح القدس وبواسطة النعمة. ينبغي كما كان الله يتصف بالطيبة وبالحنو أن نتصف نحن أيضا بالطيبة وبالحنو، بل هو نفسه يقول لنا عن هذا: أحبوا أعداءكم، باركوا لأعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. إحنا نشكر ربنا إنه يرعانا جميعا بهذا الحنو وبهذه الطيبة.